أعزائي المشاهدين ومشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان ومشاهدي برنامج المطار، دايما بنتواصل معاكم من خلال إيميل البرنامج اللي بيظهر على الشاشة المطار770@gmail.com. زي ما احنا عارفين دايما عندنا ثلاث فقرات متنوعة، أول فقرة هي فقرة الأخبار المحلية والعالمية، ثم فقرة لقاء مع مسؤول، وأخيرا فقرة لقاء مع السياح. يلا بينا نبتدي حلقتنا، خليكم معنا وتابعونا وحلقة جديدة من برنامج المطار. قول للغريب بكرة قريب، قول للغريب بكرة قريب، عالم صغير على قدنا. قول للغريب حضنك هنا، قلبك قريب من ضربنا. قول للغريب حضنك هنا، ضربك قريب من ضربنا. قول للغريب حضنك هنا، ضربك قريب من ضربنا. بيتك هنا، أهلك هنا. ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي طالب بكلية الطب حاول تهريب 46 جهاز قيمتها ربع مليون جنيه داخل حقائب كرتونية لأحذية وقاع سحري لدى عودته من بريطانيا، وقد تم عمل محضر بالواقع. ثلاثة مطارات دولية في أندونيسيا أغلقت بعد ثوران بركان ماونت كيوليت. قال مسؤول أندونيسي أن ثلاثة مطارات دولية في جزيرة جاوا الرئيسية في أندونيسيا أغلقت بعد ثوران بركان ماونت كيوليت. وقال بامبينغ ريفان المتحدث باسم وزارة النقل أن رماد البركاني أدى إلى انخفاض مدى الرؤية في مدن يوجياكارتا وسورابايا وسولو بعد ثوران كيوليت. روسيا وإسرائيل وقعا على اتفاقية طيران جديدة. ذكر موقع ذا ماركر الملحق الاقتصادي لصحيفة هارتس العبرية أن كل من روسيا وإسرائيل وقع على اتفاقية طيران جديدة تسمح لعدد غير محدود من شركات الطيران الإسرائيلية والروسية لتفعيل رحلات بين الجانبين. وزير الطيران يبحث أوضاع شركات الطيران المصرية الخاصة. اجتمع الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني برؤساء وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة وخدمات الطيران الخاصة والتاكسي الجوي والبالون لبحث أوضاع الشركات، وطلبت معظم الشركات من الوزير التدخل من أجل أن تقبل وزارة البترول مد فترة السماح بسداد ثمن الوقود بالجنيه المصري، وذلك بدلا من العملة الصعبة خاصة في ظل قلة الموارد من العملات الصعبة. وأكد الوزير أنه قد طلب ذلك بالفعل من وزارة البترول، وستصل الموافقة في غضون أيام. وتم تشكيل لجنة عاجلة برئاسته من جميع الشركات المصرية الخاصة وسلطة الطيران المدني لوضع آلية محددة لتنسيق الشبكات وجدول الرحلات، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة والصمود أمام الظروف الحالية. 760 جنيها مصريا للذهاب والعودة إلى شرم الشيخ والغردقة. أطلقت وزارة الطيران مبادرة جديدة من نوعها تطرح سعرا موحدا لتذكرة الطيران على رحلات معينة شاملة جميع الرسوم والضرائب. وصرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن هذه المبادرة التي يتم إطلاقها ابتداء من يوم 15 من إبريل الحالي ليست لفترة محدودة أو موسمية، ولكنها مبادرة من وزارة الطيران المدني على مدار العام. يكون السعر المخفض متاحا لجميع الركاب على رحلة واحدة يوميا للغردقة ورحلة يوميا واحدة لشرم الشيخ. ومن جانبه صرح الطيار سامح الحفني رئيس الشركة الوطنية للطيران بأنه يمكن الحجز بسعر إجمالي قدره 760 جنيها مصريا للذهاب والعودة شاملة جميع الرسوم والضرائب. محمد كامل مكلف للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الدولي. أصدر الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني قرارا بتكليف اللواء محمد كامل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الدولي خلفا للدكتور محمود عصمت الذي تم تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. مطار القاهرة يستقبل وفدا هنديا تدشينا لمبادرة مليون سائح هندي لمصر. استقبل مطار القاهرة الدولي الوفد الهندي الذي ضم نجوم الفن الاستعراضي بوليود وممثلي الإعلام الهندي الذين يزورون مصر لمدة أسبوعين.
تقوم الفرقة بتقديم عروض بدار الأوبرا المصرية وبعض المحافظات من خلال الأسبوع الثقافي الهندي الذي تقيمه السفارة الهندية بالتعاون مع وزارتي الطيران والسياحة. ويبلغ عدد الوفد 46 شخصا، منهم 30 عضوا في فرقة الفنون الشعبية الهندية. وصرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن وزارتي الطيران والسياحة تعملان معا من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، كما أن الوزارتين تتعاونين بشكل كامل من أجل تنمية التدفق السياحي. ورشة عمل حول تحويل المطارات الخاسرة إلى رابحة. أقامت الشركة المصرية للمطارات ورشة عمل حول تحويل المطارات الخاسرة إلى رابحة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. وقال الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات إن مثل هذه الورش تساهم في إشراك الشباب بجانب المسؤولين وأصحاب الخبرات في رسم استراتيجية وسياسات التطوير للشركة، وتوفير أفضل المقترحات والأبحاث وأوراق العمل لتعظيم الربحية في المطارات ذات الحركة الجوية الكبيرة. مطار برج العرب الدولي ينهي فعاليات الطوارئ متسعة النطاق. صرح الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات أن مطار برج العرب الدولي أنهى فعاليات تجربة الطوارئ متسعة النطاق، وذلك بحضور جميع الجهات والهيئات الرسمية المسؤولة. وأكد جاد الكريم نصر على إشادة الجهة المقيمة وهي سلطة الطيران المدني المصري بحماس المتدربين وتعاون الجهات المشاركة لإنجاح التدريب وإدارة الأزمة والإجراءات وحسن التنسيق. ولعبت قاعدة برج العرب الجوي دورا مهما في غلق محاور المطار الخارجية والداخلية والتعاون مع شرطة أمن الموانئ في فرض الكردون الأمني لموقع التدريب ومشاركتها بالطاقم الطبي وسيارة الإسعاف، مما يعكس روح التعاون الإيجابي والمشاركة الفعالة التي لا تبخل بها القوات المسلحة في شتى المجالات. هناك بعض الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني اللي بتحقق عائد ودخل قومي للبلد. هنتعرف على مهام تلك الشركات، ويساعدنا النهاردة ان يكون معنا المهندس رضوان سلام رئيس مجلس إدارة احدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني. بنرحب بحضرتك على شاشة الفضائية. اهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. بداية انا بقول احدى الشركات الخاصة التابعة لوزارة الطيران المدني، طبعا انا عايز اعرف اهم المهام اللي بتقوم بيها غير طبعا توفير الطائرات لرجال الاعمال، اهم المهام الاخرى غير توفير الطائرات لرجال الاعمال زي ايه؟ هي الشركه انشئت خصيصا تمام لتقديم كل جديد للمجتمع المصري تمام في مجال الطيران المدني عموما يعني، وتطويع التكنولوجيا اللي بتحصل في العالم تمام، وتقديمها لخدمة الاقتصاد المصري. انشئت سنة 2007. تمام. ابتدت بنشاط التاكسي الجوي، وده كان نشاط مش موجود في مصر. كان رجال الأعمال المصريين يا إما بيمتلك طيارة يا إما بيستأجر طيارة من الشركات المثيلة لينا اللي موجودة بره مصر. التاكسي الجوي اللي هو خاصة برجال الأعمال، اللي هي طيارة خاصة بيستخدمها رجل الأعمال في تنقلاته، لأن رجل الأعمال عادة وقته ثمين، ما بيحبش ان هو يضيع وقته في طوابير جوازات وجمارك وانتظار ترانزيت والكلام دوت. فبياخد الطيارة بيقضي بيها مهامه، خاصة في الأماكن اللي ما بتصلش فيها الخطوط الطيران العادية. تمام. عدد الطائرات اللي بتعمل كتاكسي جوي احنا عندنا خمس طيارات بيعملوا تاكسي جوي. الشركة ابتدت بطيارة ثم زودتها لطيارتين في نفس السنة، وبعد كده زادوا لخمس طيارات. في 2009 كانوا خمس طيارات ما شاء الله. تاني مهم بقى او تاني عمل ممكن تقول؟ والله برضو من الحاجات اللي احنا قدرنا نستفيد من الطيارات رجال الاعمال ديت فيها، وكانت في خدمة ناقصة جدا في السوق المصري اللي هو الاسعاف الطائر. وبرضو في كتير من المصريين عاملين تأمينات طبية مع شركات عالمية، وفي كتير مش عاملين كده وبيحتاجوا ان هم يسافروا للعلاج، في بيكون الحالة الصحية بتاعتهم غير ما سامحة انهم يسافروا على طيارات المنتظمة. تمام. فبيضطروا يجيبوا طيارات اسعاف طائر من برا مصر، فاحنا حولنا طيارتين من طيارات التاكسي الطائر لطيارة إسعاف مجهزة بوحدة يعني عناية مركزة كاملة. تمام. وفي طقم طبي مدرب على ومن الخبرة في الرعاية المركزة بيصاحبوا المريض
في رحلته، والطيارة دي ممكن تطير كتاكسي جوي وممكن تطير كإسعاف طائر. يعني بنشيل الخدمة الإسعافية اللي ممكن أشيل أجهزة العناية المركزة وركب الكراسي بتاعت الطيارة تبقى تاكسي جوي. تمام. دي ممكن تسافر من مثلا من مصر لغاية فين؟ هي مداها 7 ساعات طيران، يعني ممكن تروح من أي موقع في مصر لغاية إنجلترا مثلا، يعني آخرنا إنجلترا. مثلا طبعًا. يعني ده مسافة يعني أوروبا كلها نقدر نغطي أوروبا كلها. يعني أمريكا لا أمريكا نقدر نطلع أمريكا طبعًا. بس لازم بيبقى فيه بيسمى توقف فني عشان التزود بالوقود. تمام. يعني لازم نقف في نقطة في أوروبا نتزود بالوقود ونكمل لأمريكا. هي عدد الساعات اللي هو المستمرة 7 ساعات وبعدين بيحتاج وقود تاني للطيارة. بالظبط كده. الإسعاف الجوي دي تعتبر احنا كمصر يعني في دول تانية بتقدمها زي الحقيقة لا، يعني منطقة شمال افريقيا كلها ما فيهاش. تمام. افريقيا برضو الخدمة دي مش متوفرة فيها. يمكن في الخليج في شركة او شركتين، لكن احنا من الشركات القليلة اللي موجودة في المنطقة. تمام. دي تعتبر سبق عندنا في مصر ان عندنا اسعاف، ونقدر يعني باذن الله نسوقها احسن من كده في المنطقه كلها. زائد الاتصال يعني احنا بنحاول نتسجل دلوقتي مع منظمه الاس او اس، فلما لو تسجلنا مع الاس او اس فهم هيستخدمونا في اي احتياج في المنطقة كلها مش في مصر بس. بيتم استخدامها كإسعاف جوي كتير، يعني بيتم استغلالها كإسعاف جوي كتير عندنا، ولا برضو استخدامها كإسعاف جوي مش كما ينبغي أن يكون؟ والله يعني ما أقدرش أقول إنه كتير، يعني مش ما وصلناش يعني لحد حوالي إحنا كم راضين في السنة كده؟ يعني في السنة مثلا احنا في خلال هي من 2009 من آخر 2009 أقولي 2010 2011 في الأربع سنين مثلا عملنا مثلا في حدود 60-70 رحلة، يعني في السنة مثلا 15 رحلة على حاجة. تمام. طبعا ده بتوفر دخل قومي للمصري. ده بالتأكيد. تمام. بدل ما يعني أكيد. أي فلوس بتتصرف في مصر أفضل من أن أنا أجيب شركة أجنبية تعمل الشغل دوت والفلوس تروح لغير، بالإضافة أن أنا بفتح شغل لمصريين. طبعا دي تكلفتها عالية. نعم. تكلفتها عالية. يعني دي مش دي للقادرين الحقيقة. للقادرين يعني. جدا كمان. يعني في حدود لو قلنا الحدود بتاعتي. ساعة الإسعاف $5,500. ساعة الطيران. يعني لو عايز تروحي مثلا لندن ممكن توصل حاجة $50,000 مثلا. كده. تمام. يا رب يبعدنا عنها. يا رب يشفي كل الناس يعني باذن الله، ما حدش يحتاج. يعني احنا دي خدمه بنقدمها، لكن احنا ما نتمناش ان حد يستخدمها. طبعا. يعني طبعا يا رب الصحه والسلامه لكل الناس. بالظبط كده. طيب من ثالث الحاجات من الحاجات الجديده اللي قدمناها برضو اللي هي معايره الاجهزه الملاحيه للمطارات. كل المطارات بتبقى مجهزه باجهزه ملاحيه عشان ارشاد الطيارات وتوجيهها وكده. الاجهزه دي وفقا للقانون الدولي لازم بيحصل لها معايره والتاكد من دقتها في بعض اجهزه كل 6 شهور وفي اجهزه كل سنه. على اساس لو معايره الاجهزه الملاحيه، على اساس لو في عطل مثلا مش تم على اساس التأكد. يعني اولا لو في دقتها مش مظبوطه، لان لو هي مش دقيقه ممكن تسبب كارثه لا قدر الله، وهو سلامه البني ادم وسلامة الركاب وسلامة الطيران دي المهمة الأولى والأخيرة طبعًا. وكل طبعًا. المهام لوزارة الطيران وشركات الطيران وسلطة الطيران المدنية. استفدنا من حاجة النهاردة، وإن شاء الله نشوفك مرات تانية ونورتنا. وفي الآخر بنشكر الأستاذ أو المهندس رضوان سلام، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني. شكرا لحضرتك. شكرا. أنا اللي شاكر يا فندم. شكرا جزيلا. Hello and welcome to Egypt. What's your name? My name is Mustafa Abu Bakr Umar. Mustafa? Abu Bakr Umar. Abu Bakr Umar. Yeah, naam, naam. You came from? I came from Nigeria, but I'm on transit today. I'm coming from Jeddah, Saudi Arabia, on my way to Kano, Nigeria. So this time for just only for transit. Have you ever been to Egypt before? Yes, I was here last year. I came here with my family, but for 2 days, and we stayed within Cairo only. We didn't go outside Cairo. Yeah. So a friend took us around, and we saw what Cairo is all about. So what were the tourist places did you enjoy? Did you enjoy it in Cairo? Well, specifically, we went to this pyramid.
where my children, I have two young kids, they really enjoyed this pyramid site. Even I myself, I've been seeing it when I was in primary school in books. But when we visited Egypt last year, Cairo, so I was able to see it physically. And I really appreciate the architecture, the talent of the people of Egypt. I really appreciate that. And I believe up till today, that talent is still following the people of Egypt. As young as you are, you're also talented in making your presentation. Thank you very much. Yeah, yeah. Did you visit any governorates except Cairo? No, we didn't visit anywhere except in Cairo. And I really appreciate the beauty of Cairo. And one thing that I even appreciate much is what we have been hearing and watching on television, that there are crises in Cairo here and there. But when I came, I saw a peaceful people. Everybody is minding his own business, doing his own business. It's a secure country to visit for the tourists, yeah? Yes, and I think what we are watching on television is not the kind of crisis, it's not that type of crisis that is happening in Egypt. I think it has been overblown out of proportion. But with time, I know your country and my country, Nigeria, we are facing also a similar crisis in my country. And by the grace of God, within a short period of time, we will be able to overcome all these uprisings, and our countries will develop. How did they consider Egypt? Yeah, thanks. We consider Egypt a home, just like Nigeria, because most of your people here, they are Muslims. We don't need to ask if you want to eat. You don't need to say, okay, is this food halal or haram? All your foods here are halal. And the type of culture that you have here in Egypt is similar to the one we have in Nigeria, back home in Nigeria, because we share the same faith. So, in fact, we really enjoyed our stay. And up till today, my kids are saying, Daddy, Daddy, we want to come back to Cairo, please. You are planning to come here again with your family? We will definitely come. If we didn't come back this year, by the grace of God, by next year we will come back. And when we come back, I think we will be able to spend about 2-3 weeks, so that we will go most of the places, like Sharm el-Sheikh. I've been hearing about Sharm el-Sheikh. I saw it several times on television. I want to visit that place. Because it's so beautiful. It's a resort area. And my children, they like visiting resort area, looking so green, so beautiful. They love it. And if you're interested in Egyptian culture, you must go to Luxor, Aswan, yeah? Okay, I heard about Aswan as well. Yeah. Yes, when we come back, we will have ample time to visit all these places. We hope. And at that time, I will be able to tell you more about Egypt. Yeah. Not only your program, but even when I get back to Nigeria, I will be able to publicize the good side of Egypt, so that many people will come and see what you have here in Egypt. I want one word facing the camera about the Egypt. My only thing that I will say, I will call on all Egyptians, have faith in your country. Your country is going to be great by the grace of God. Thank you very much. Thank you. تعنيكي تعنيكي غربة وغرابة وأنا فيكي أنا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة تعنيكي تعنيكي غربة وغرابة وأنا فيكي أنا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة عنيكي غربة وغرابة وأنا فيكي أنا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة. خلصت حلقتنا بسرعة معاكم النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. استنونا الجمعة الجاية وفي نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج المطار.